شهدت كأس أفريقيا بروز الكثير من اللاعبين ممن لم يصنفهم المتابعون في خانة المتألقين، لكن الدور الذي لعبه في كأس أفريقيا مع منتخبات بلدانهم جعل الأنظار تصوب نحوهم وليتم وضعهم في خانة اكتشاف يستحق المتابعة. نسلط الضوء على بعض من أبرز اللاعبين الذين لفتوا الأنظار في سياق التقرير التالي. القادمون من الظل أو الذين أخرجتهم كأس إفريقيا إلى الأضواء بصفة الاكتشاف، ما فعله المغربي فيصل فجر كان جديرا بأن يوصف مالك الكرات الثابتة بمثير الانتباه في تعداد أسود الأطلس. وهناك من ارتفع نسور بلده بالأداء، إنه التونسي أمين بن عمر، وضع صغار سنه جانبا وكبر بما فعله في وسط الميدان. وليس بعيدا عنه جغرافيا الجزائري سفيان هني، على قلة الدقائق التي لعبها برهن أنه يملك كافة المقومات للبروز لو كانت مساحة الزمن متسعة. من كان له باع في إيصال منتخب بلاده إلى النهائي، المصري محمود حسن تريزيجي، نال من المتابعين صفة اللاعب الواعد. ولا تخلو كأس إفريقيا من الباحثين عن موطئ شهرة باسم الأداء، فحارس مرمى منتخب الكاميرون فابريس أوندوا أو النسخة المحدثة لمواطنه أنطوان بيل، كفاه تألقا أنه بصدة أهل بلاده وأقصى البلد المنظم. المنتخب السنغالي توقع المتابعون أن يكون ساديو ماني أبرز لاعبيه، لكن بالدي كايتا برهن أن الأداء لا يكون بالاسم فقط، شأنه كشأن جونيور كابانانغا من الكونغو الديمقراطية الذي كان له بالغ الأثر في بلوغ بلاده ربع النهائي. أما كريستيان آتسو الحامل للنجومية من اسم منتخب بلاده غانا، فلم يخالف القاعدة بطريقة لعبه ولا بأدائه. في كل محفل إفريقي تفرد الكرة لكل لاعب مساحة اكتشاف، وبطاقة الاعتراف هي دائما التألق.